بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الرابع عشر في مذاكرة كتاب الفتن والحوادث للشيخ المجدد رحمه الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث، وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وله، أي لمسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، أي أسرعوا إلى العمل الصالح قبل أن تدهمكم ستة أشراط وعلامات. طلوع الشمس من مغربها، فإن طلوع الشمس من مغربها مانعة من توبة الكافر، ومانعة من توبة العاصي، فلا تنفعه التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها. فيقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالعمل الصالح. ومن العمل الصالح بل أعظمه الإيمان بالله وتوحيده، ومن العمل الصالح الإقلاع عن الذنوب والتوبة منها، ومن العمل الصالح المحافظة على الفرائض. أو الدخان، هذه الخصلة الثانية والعلامة الثانية، لأنه بظهور الدخان تظهر علامة كبرى من علامات القيامة، وتطيش معها العقول وتضطرب، ولا يستطيع التائب أن يتوب ولا العامل أن يعمل. وكذا في الدجال وهو أعظم الفتن، وكذا في الدابة التي تخرج على الناس. أو الأمر الخامس: خاصة أحدكم، أي ما يشغله ويفتنه، فإن خاصة أحدنا هي الأمر الذي يهمه ويشغله فيبطئ عنه التوبة ويبطئ عنه المبادرة إلى العمل. الأمر السادس: أمر العامة، أي ينشغل في فتن الناس، من يتولى ومن لا يتولى، من هو على الحق ومن هو ليس على الحق، الفئة الفلانية ما عندها والفئة العلانية ما فيها. فإذا انشغل بأمر العامة غفل عن عيوب نفسه وعن تتبع نقصها، وبالتالي نقص عن العمل. فيأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نبادر بالعمل الصالح قبل فتن الناس العامة والخاصة، وأعظمها أشراط الساعة الكبرى. نعم. وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وهذا سبق، حديث معقل بن يسار المزني رضي الله عنه، وبنحوه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الهرج. والهرج اسم لخاصة الفتن الذي يعم باقيها، فإن من الفتن فتنة الهرج التي هي القتل، القتل كما بينها عليه الصلاة والسلام. ويراد أيضا بالهرج هنا عموم الفتن،
فإن العبادة والانشغال بالطاعة وأداء العبادات وتوطين النفس عليها وقت الفتن شأنه عظيم وفضله كبير، حيث بلغت مثوبته كمن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جراء ذلك أن ينشغل الإنسان بنفسه عن غيره، وأن يسلم الناس من شره، وثالثا ألا يخوض فيما يخوض فيه الناس من أمر الفتن. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث آيات إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وله أي لمسلم، فجل ما رواه في هذا الكتاب استمده المصنف المجدد رحمه الله من صحيح الإمام مسلم من كتاب الفتن وأشراط الساعة. قال: ثلاث، أي ثلاث آيات وعلامات من العلامات الكبرى، إذا خرجنا أي ظهرنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية الأنعام في قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. هل ينتظر هؤلاء المشركون المعاندون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك، وهنا بعض آيات ربك مجملة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله: ثلاث آيات، في رواية: ثلاث إذا خرجنا، أي ظهرنا من الآيات، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي قبل خروجها. وهذا فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهو أصح التفسير، ما فسر به النبي القرآن لا يرجع إلى غيره كائنا من كان. ما هذه الثلاث؟ قال: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ولهذا التوبة قبلها نافعة، والتوبة بعد خروج واحدة منها لا تنفع صاحبها. واستدل به على أن طلوع الشمس سابق لي أن طلوع الشمس والدجال ودابة الأرض أنها تتأخر عن ما قبلها، لأنها بعد ظهورها لا تقبل التوبة، لا تقبل التوبة. وظهور الشمس لا تظهر إلا على من كان من أهل الزمان، أما من ولد بعدها فلم يرى ظهور الشمس المانعة له من التوبة. وهذا كما في الحديث السابق: بادروا بالأعمال ستا، أي قبل ظهور هذه الست والخصال، قبل ظهور الآيات التي لا ينفع معها بعد ذلك عمل ولا إيمان. نعم. وله عن أبي زرعة وذكر قول مروان عن الآيات أولها خروج الدجال، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لم يقل مروان شيئا، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم من رواية أبي زرعة وهو من التابعين، يرويه مرة عن أبي هريرة ومرة عن عبد الله بن عمرو. يقول أبو زرعة: جلس ثلاثة نفر إلى مروان. من مروان؟ مروان بن الحكم، وكان أمير المدينة لمعاوية،
ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فإن معاوية لما ولي الخلافة بتنازل الحسن ابن علي له بها عام الجماعة سنة 40، ولا معاوية على المدينة مروان ابن الحكم، وجلس إليه ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة نفر منهم عبد الله بن عمرو، فقال مروان وهو يحدث عن الدجال، قال عبد الله بن عمرو: لم يقل مروان شيئا، يعني ما جاء مروان بشيء جديد لا نعلمه. ثم قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، دل على أن قول النبي في أمر الدين وأمر الغيب وأمر الشريعة لا يجمع معه قول غيره كائنا من كان، لأنه المبلغ لدين الله وهو المشرع للأمة عن ربها سبحانه وتعالى. وفيه أن العلم قد ينسى، لأن الإنسان سمي إنسان لنسيانه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وأن آفة العلم ماذا؟ النسيان. فهنا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: سمعت حديثا لم أنسه، وهذا فيه أنه حفظ، وأن المعيار في العلم الحفظ. ولهذا سبق لنا أن النبي خطبهم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، ماذا قال الصحابة؟ وكان أعلمنا أحفظنا. فعلم الشريعة مبناه على الحفظ، الحفظ بوعي. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا. أي آيات؟ الآيات هنا بأل الاستغراقية أما أل أو أل العهدية؟ العهدية. ها؟ العهدية. أل العهدية وليست الاستغراقية، لأن الآيات بالاستغراق تشمل الآيات الكبرى والصغرى والآيات الشرعية والآيات الكونية، وليس هذا مرادا لعبد الله بن عمرو، إنما قال: أول الآيات خروجا، أي الآيات الكبرى، آيات الساعة الكبرى، أولها طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس ضحى، إما هذه أو هذه، فأيتهما ما سبقت؟ إن سبقت آية طلوع الشمس أو سبقت آية الدابة فالأخرى تليها، فالأخرى أي صاحبتها تليها أو على إثرها قريبا. زاد ثم يتتابع بقيته كعقد انفرط نظمه فتتابعت خرزاته. وهذا الحديث أشكل عند أهل العلم: ما معنى الأولية هنا؟ قيل الأولية بالنسبة للعشر، وقيل الأولية بالنسبة إلى قربها من أين؟ من القيامة. الأولية في قربها من أين؟ من القيامة، فتكون بالنسبة للعشر هي آخرها في عدها. وذكر طلوع الشمس لأنها أول الآيات السماوية، فإن الشمس آية أين؟ في السماء، والدابة أول الآيات الأرضية، دابة في الأرض، فأيتهما ما سبقت تلتها الأخرى على إثرها قريبا. وهذه الآيات فيها إخراج نظام الكون عن قانونه وعن ما جرت به العادة، فإن العادة جرت أن الشمس تخرج من المشرق وتغرب في المغرب، ففي آخر الزمان يجعل الله آية عظمى على زوال الدنيا وإقبال الآخرة باختلال هذا الانتظام. الدواب لا تتكلم،
ولا تخاطب الناس، يجعل الله آية في ماذا؟ في كلام الدواب للناس، في كلام الدواب للناس ووصفهم للمؤمن بالإيمان والفاجر بالفجور. وهذا مما يخرج نظام الكون عن معهوده، والله عز وجل على كل شيء قدير، فالكون كونه والخلق خلقه والأمر أمره، وقد أجرى سبحانه هذا الأمر إعلاما وإذانا بانقضاء الدنيا وزوالها. فاللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد. نعم. وللترمذي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. وقال: حسن صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذان الحديثان دل على وجوب المبادرة إلى التوبة والمسارعة إليها، وهذا ما يحبه الله ويأمر به ويرضاه من عبده المؤمن، أنه يتوب من ذنوبه فيقبله ربه جل وعلا ويتوب عليه. وفيه تأكد التوبة قبل ظهور الآيات، علامات الساعة الكبرى، لأن فيها مشغلة وفيها مضل، فينشغل الناس بالآيات حتى ينسون التوبة، ولا ينفعهم ذلك بل يزيدهم فتنة وضلالا. ولهذا جاء في حديث الترمذي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، ثم أردفه بحديث مسلم طردا لمنهجية الشيخ رحمه الله في سياق الروايات والأحاديث التي يفسر بعضها بعضا. التوبة هي الإقلاع عن الذنب مخافة من الله لا لأجل الناس، فإن تاب وأقلع عن الذنب لأجل الناس ليس له عند الله ثواب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل بالمغرب، أين المغرب؟ المغرب العربي ولا المغرب الأقصى؟ ها؟ لا، المراد بالمغرب آل العهدية، أي مغرب الشمس. ولهذا جاء في اللفظ الآخر: إن الله جعل بابا قبل المغرب، أي في جهة المغرب. إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما، أي باب عريض، كل هذا تحنن منه سبحانه وتلطف إلى عباده العاصين وإلى المؤمنين أن يتوبوا ويؤوبوا إلى ربهم، لأن باب التوبة باب واسع ليس باب ضيق. مسيرته 70 عاما، أي أنه واسع، والمراد بالعدد هنا بيان السعة والكثرة لا بيان المعدود، لأنها 70 من ألفاظ العقود. لا يغلق هذا الباب إلا متى؟ حتى تطلع الشمس من قبله، لأن الشمس في سنة الله الكونية تطلع من المشرق في آخر الزمان، علامة على انقضاء الدنيا وزوالها وإذانا بانتهائها. يغير الله هذه العادة، فإذا ظهرت الشمس من قبل المغرب أغلق هذا الباب. وهذا كما في الحديث: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث الآخر: لا تنقطع الهجرة، أي لا تنتهي حتى تنقطع التوبة، أي تنتهي التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من أين؟ من مغربها. ولهذا في حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، دل على أن باب التوبة يمهل فيه العبد إلى أمرين:
الأمر الأول عام لكل العصاة، وأعظم العصاة من؟ من أعظم العصاة؟ ها، الكفرة، يمهلون إلى أن يتوبوا قبل أن يموتوا. فإذا بلغت الروح الغرغرة تقبل توبته؟ لا تقبل. فأكبر المعاندين فرعون، ماذا قال لما بلغت روحه حلقومه؟ ها، حتى إذا أدركه الغرق، في آية يونس، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لما لم تتب قبل ذلك؟ فهل نفعت فرعون التوبة؟ لم تنفعه. ولهذا كل أحد يمهل في التوبة قبل أن تغرغر نفسه، والغرغر أن تبلغ روحه الحلقوم لتخرج من حلقه. الحالة الثانية وهو طلوع الشمس من مغربها. ولهذا أمر الله عز وجل عباده وتحنن إليهم وحثهم وتلطف بهم أن يتوبوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقول الله جل وعلا في آية النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا تقبل توبته عندئذ. والتوبة يا أخواني نوعان، توبة عامة وتوبة نصوح. والتوبة العامة يتوب سواء من ذنب بعينه أو من عموم الذنوب بشرط أن يكون صادقا مع الله بها. فإن تاب ثم رجع مرة ثانية للذنب غلبته نفسه وتاب مرة ثانية يقبل الله توبته، لأن الله يحب توبة عبده التائب. لو لم تذنبوا يقول عليه الصلاة والسلام لذهب الله بكم ولأتى بقوم آخرون يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. فسبحان ربي ما أعظمه، ما أكرمه، ما أجله، يتحنن إلى عبده أن يتوب. النوع الثاني التوبة النصوح، وهي التوبة التي تجب السيئة. واشترط العلماء للتوبة النصوح شروطا عدتها 4 شروط، تزيد شرطا خامسا إذا كانت التوبة من ذنب يتعلق بالآدميين. الشرط الأول أن يكون الحادي لهذه التوبة الإخلاص لله، ليس خوف الناس أو رياءهم أو لأجل أمر من أمور الدنيا. تاب من حلق اللحية لأنه لا يعين في الوظيفة إلا ملتحي، فهذا لم يتب لله وإنما لأجل الوظيفة. إذن أن يكون توبته لله، يعلم ذلك ربي منه في نيته. الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه، فإن تاب من الذنب وهو مداوم عليه فهذا لاعب ليس بتائب. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يرجع إليه عزما يعرفه الله من قلبه. تاب من الكذب، من السرقة، من شرب الخمر، من الزنا، يعزم في نفسه على أن لا يرجع إليه مرة أخرى. يعرف ذلك ربه منه لأنه يعلم السر والنجوى سبحانه. الشرط الرابع ولا الخامس؟ الرابع أن يندم على وقوع هذا الذنب منه. متى يندم؟ حال وقوعه ولا حال توبته؟ حال التوبة، لأنه حال الوقوع لاهي. وهذا من لطف الله بنا أن الندم ليس حال الذنب وإنما حال التوبة من الذنب. نظير هذا في القرآن
قوله جل وعلا فويل للمصلين الذين إيش ها عن صلاتهم ساهون. الحمد لله أن الله ما قال الذين هم في صلاتهم ساهون، ولا كان رحنا وطي، نعم كان هلكنا، لكن العذاب والوعيد عمن صها عن صلاته لا في من سها في صلاته. وكذلك الندم على الذنب الذي وقع منه، حال التوبة لا حال الذنب. فإذا كان الذنب يتعلق بعباد الله أخذ مال هذا المسلم المعصوم، انتهك عرض أخيه، سبه شتمه تكلم فيه تعدى عليه، فلا بد من شرط خامس وهو أن يتحلل من هذا الذي تعرض له، يتحلل منه، يستبيح منه، لأن الذنب يتعلق بآدمي بمعصوم، وإلا فإن التوبة لا تكون نصوحة. النوع الثاني من أنواع التوبة توبة عامة، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد 70 استغفارا في حديث الأغر المزني في صحيح مسلم، وفي حديث ابن عمر أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أخرجه مسلم في الصحيح. هذه توبة عامة، لأن الله يحب من عبده أن يتوب ويؤوب، لأن له عرف ربا يقبل توبته ويقيل عثرته. فإذا علم الإسلام ذلك، علم الإنسان ذلك، وجب عليه أن يبادر إلى التوبة وأن لا يسوف ولا يؤجل، فقد يبلى ويفتن ثم يصرف عن هذه التوبة ولا يحصلها. ثم إذا مات ولم يتب، فإن كان مات على الإيمان فالأمر أهون، فينظر في ذنوبه التي دون الكفر فتكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بها وإن شاء رحمه بإيمانه وتوحيده فأدخله الجنة، فإن عذبه بها فعذاب لا يدوم ولا يستمر، وإنما على قدر هذا الذنب، على قدر هذا الذنب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أشراط الساعة الدخان. وروي من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أي نعم أحسن الله إليكم وروى من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة دخانا ملاما بين المشرق والمغرب يمكث في الأرض 40 يوما، أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، يخرج الدخان من أنفه ومن خره وعينيه وأذنيه ودبره. نعم، سيذكر الشيخ في هذا الباب ما ورد من الآثار والروايات والأحاديث المتعلقة بعلامة كبرى من علامات الساعة، وهي ماذا؟ الدخان، الذي قال الله فيه في آية الدخان قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، الآية في أول سورة الدخان. فارتقب يعني أن الأمر ليس بالبعيد، ارتقبه ويرتقبوه هم المخاطبون، فقوله جل وعلا في مثلها اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا الحديث رواه أهل التفسير ابن جرير والبغوي، وقد جاء عن حذيفة وبنحوه عن ابن مسعود
وبنحوه عن غيرهم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة، أي من علاماتها، ومضى معنا في حديث حذيفة أنها من علاماتها الكبرى، دخانا ملأ ما بين المشرق والمغرب، يعني ملأ الأرض كلها شرقها وغربها، يمكث في الأرض 40 يوما، أي مدة طويلة. هذا الدخان هل هو غبار نووي؟ محتمل. هل هو غاز؟ محتمل. هل هو دخان حريق؟ محتمل. كل ما تناوله لفظ الدخان في لغة العرب يحتمله هذا الحديث. يمكث في الأرض 40 يوما. أما المؤمن فيصيب منه شبه الزكام، يعني يناله هذا الدخان كما ينال أحدكم الزكام، أنه يسعل منه، لا يضره، لا يكون عليه عذاب، لأن الله وصف الدخان بكونه ماذا؟ يغشى الناس، أي يعمهم، يعم الخلق مؤمنهم وكافرهم. هذا عذاب أليم، لكنه في المؤمن كالزكام. ودل ذلك على أن الدخان يخرج وفي الأرض مسلمون، لقوله: أما المؤمن فيصيب منه هذا الدخان كأنه الزكام، أما الكافر، لأن الناس إما مؤمن أو كافر، ليس هناك قسمة ثالثة، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في شيء وسط بينهما. وأما الكافر فيكون، أي بهذا الدخان، بمنزلة السكران الذي لا عقل معه ولا شعور، غاب عن الوعي بسبب هذا الدخان، يخرج الدخان من أنفه ومنخله وعينيه وأذنيه ودبره، لأنه تعذب به، وصار في حقه الدخان الآية الكبرى من آيات الساعة، صار في حقه عذاب. وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إدبار المشركين وعدم إيمانهم ورأى عنادهم وكفرهم، دعا عليهم فقال: اللهم سبعا كسبع يوسف. ما سبع يوسف؟ أنت، ما هي سبع يوسف؟ سبع البقرات، سبع سنين العجاف أدركت الناس في مصر فلم يستطيعوا أن يطعموا لأن المطر انقطع عليهم والنيل لم يفض. اللهم سبعا كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حصت كل شيء، أي أنها أفنت ما في أيديهم من الطعام وسبب البقاء، حتى إنهم أكلوا الجلود والميتة والجيف، ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا من شدة الجوع، كما يرى العطشان في شدة الحر السراب، يظنه ماء، كما قال جل وعلا: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يطلب السراب يظنه بحر وهو ناشئ عن شعوره من شدة الحر، ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا. فجاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم، قال: يا محمد، إنك جئت تأمر بالطاعة والبر وصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، أي بسبب دعاء النبي عليهم، فادعوا الله لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون، فدعا الله فكشف عنهم العذاب. فكان ابن مسعود يرى أن الدخان أنزله الله عقابا لقريش
لما كذبت وعاندت وردت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصحيح ما ذهب إليه جمهور الصحابة وعامة العلماء أن الدخان آية كبرى تكون متى؟ في آخر الزمان. ولهذا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. والدخان، قال حذيفة: يا رسول الله ما الدخان؟ سأل حذيفة النبي عن الدخان، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل تلا قوله: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس أن يعمهم هذا عذاب أليم، دخان يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 40 يوما، أما المؤمن فيصيب منه كالزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران حتى يخرج الدخان من منخريه وأذنيه وعينيه ودبره، فهو عذاب للكافر وهو ماذا؟ تنبيه للمؤمن. نعم. ولأبي داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. نعم، هذا حديث رواه أبو داود ورواه غيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال له: يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا، يمصرون أي يبنون مدنا، والأمصار جمع مصر، والمصر هو البلد الذي يسكن ويتأهل، ولهذا قال الله لبني إسرائيل: اهبطوا مصرا. وليس مصرا هي البلد المعروفة الآن، لأنها جاءت منونة. اهبطوا مصرا أي بلدا، وهذا معنى تمصير الأمصار أي بناء المدن والقرى والنزول فيها وسكناها. وإن مصرا من هذه الأمصار يقال له البصرة أو البصيرة. الشك ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من الرواة، وقد مصر الصحابة البصرة في عهد عمر، ومن توفيق الله أن أنس سكنها، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه سكن البصرة، فقال: فإن أنت مررت بها أو دخلتها، يعني ساكنا لها، فإياك وسباخها، ابتعد عن الأرض السبخة، لأن الأرض السبخة لا تنبت، وهي أرض جدبة فيها الملح، وكلأها أي أرض الرعي فيها، وسوقها مجمع الناس، لأنه سيجتمع فيها الدهماء ويجتمع فيها الأعراب، واجتماع الدهماء والأعراب يزيد العلم ولا ينقصه؟ ها أنت؟ لا، اللي أمامك، قف واقف. من هم أهل البصرة؟ ها؟ نمت؟ ها؟ نمت؟ نجيب بطانية ومخدة؟ قال: لأن السوق يجمع الدهماء والجهال والأعراب، والاجتماع معهم سبب للجهل وسبب لنقص العلم، ولهذا من جالس هؤلاء الجهال ناله من جهلهم، ومن جالس أهل العلم وأهل الصلاح انتفع بمجالستهم. وإياك وباب أمرائها، أي اهرب من الأمراء
وأصحاب المناصب والرئاسات، لأن مجالستهم والقعود عند أبوابهم سبب للذلة، ثم تبرر لهم معاصيهم وتغير كلام الله تبريرا لهم كما وقع فيه بنو إسرائيل. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: من تبع الصيد غفل، ومن بدا جفا، ومن جالس السلطان فتن. أنس رضي الله عنه سكن البصرة، فلم يسكن في أرضها السبخة المملحة، ولا في أرضها التي يرعى فيها الكلى، ولم يسكن في سوقها، وابتعد عن أمرائها، واتخذ له ضياع مزارع. قال: وعليك بضواحيها. بضواحيها أي المزارع، فإنه سيكون بها، أي بهذا المصري وهذه البصرة، خسف في الأرض، وقذف بماذا؟ بالشهب والحجارة، ورجف أي زلازل، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير، وهؤلاء المعاندون المكابرون أمر الله الذين أمروا بالمعروف فلم يأتمروا، ونهوا عن المنكر فلم ينتهوا، بل بدلوا أمر الله ودينه ووحيه، فيستحقون في الدنيا عاجل هذه العقوبة. وقد وقع ذلك في بني إسرائيل، في الذين احتالوا وتحيلوا على أمر الله، أصحاب القرية، قرية أهل السبت التي كانت حادثة البحر، وهي قرية أيلات التي هي أمام العقبة الآن، احتالوا على أمر الله لما نهاهم أن يصيدوا يوم السبت. كيف احتالوا؟ قال زعماؤهم ومفتوهم من علماء السوء منهم: انصبوا الشباك يوم الجمعة وخذوها يوم ايش؟ يوم الخميس. ها؟ خميس يا جماعة. وخذوها يوم الأحد، فتكون في الحقيقة ما صمتم يوم، ما صدتم يوم السبت. وين إذنك يا حبشي؟ قال: هذه إذني. حيلة واحتيال على أمر الله، ففعلوا ذلك. أمهلهم الله، نصحهم الناصحون، ثم هجروهم لما أصروا على العناد. ماذا كان من شأنهم؟ قلبهم الله إلى قردة وخنازير. وهذا ليس خاص في بني إسرائيل، كل من احتال وعاند وكابر ممن عنده علم فإنه معرض لمثل هذه العقوبات. ولما كانت هذه تكثر في آخر الزمان يحصل فيهم الخسف والمسخ. المسخ أن يقلبوا إلى أرذل الحيوانات والبهائم، وهي القردة والخنازير. نعوذ بالله من أسباب غضبه وموجبات عقوبته. نعم، باقي واجد. ها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدجال وصفته وما معه. ولمسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: النواس بن سمعان، أحسن الله عملك. ولمسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداد. نعم، هذا خبر الدجال في حديثي النواس، ثم في حديث الجساسة، نرجئه إلى الدرس بعد الصلاة لأنه حديث مستمر وطويل، فنرجئه بعد الصلاة. وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: لقد ذكرتم قبل ذلك أنه إذا بويع لإمام وجاء آخر ينازعه الإمامة فأمرنا بقتل الثاني أيا كان، فإنه قد حدث ذلك، فهل ينطبق عليه الحديث؟ هذا الحديث يخاطب به ولي الأمر وهم العلماء،
لا يخاطب به العوام والجهلاء ومن لا عقل عندهم ولا علم عندهم من الدهمة. والحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون هنات وهنات، أي فتن وقلاقل وإحن واضطرابات، إنه ستكون هنات وهنات. فمن جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم، جاءكم وأمر جميع مجتمع على إمام واحد، جماعة واحدة، لأنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. هذا أصل مجمع عليه، متفق عليه عند أهل السنة قاطبة، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والروافض وأضرابهم. إنه ستكون هنات وهنات، فمن جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوا الثاني كائنا من كان. لا تقول هذا نسبه، ولا هذا علمه، ولا هذا عمله، أو هذه جماعته وقبيلته. فاقتلوا الثاني كائنا من كان، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيده ما في الصحيح أيضا: إذا بويع لخليفتين فالأول له بيعة منعقدة، وبويع لآخر لثاني فاقتلوا الثاني كائنا من كان. والخطاب لأهل العلم الذين لهم حل وعقد ولهم قدرة ولهم سطوة. أما في الأزمان المتأخرة، انتخابات عبر الصناديق والاقتراعات، هذه ليست بيعة شرعية، إنما هذه محض تشبه بالديمقراطية المزعومة، ولا ينعقد بها البيعة الشرعية حتى يبايع لهذا أهل الحل والعقد. على هذا مضى عمل المسلمين ودلت عليه أدلة شرعهم ومضى عليه علماؤهم، والله أعلم. يقول هذا السائل: هل هناك دليل على أن النظر للكعبة فيه أجر معين؟ نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الكعبة ثم قال: لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه الحرمة، يعني الكعبة، ولم يقل إن النظر للكعبة فيه كذا وكذا وكذا من الأجر. كيف تعظم الكعبة؟ تعظم الكعبة بما عظمها الله به، لا بما أحدثه الناس به. مما عظمها الله به أن الله أمرنا أن نستقبلها، متى؟ إذا أردنا أن نأكل ونشرب، صح؟ ها؟ أكيد أن نستقبلها إذا أردنا أن نصلي، الفرض ولا النفل؟ ها؟ جميعا الفرض والنفل. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ومما عظم أمرنا الله أن نعظمها به أن نحج لها وأن نعتمر إليها، فهذا من ما عظم الله به هذه الكعبة. ولهذا في الكعبة عبادة لا تكون في غيرها من الأماكن، وهي الطواف. حتى في قبر زينب ونفيسة ومقام البدوي والحضري والعيدروس وعبد القادر لا يطاف بأي مكان في هذه الدنيا إلا بهذه البنية. طيب في غير الدنيا، الملائكة تطوف في البيت المعمور الذي هو على حيال الكعبة، لو سقط سقط على الكعبة. إذن هذا تعظيم لهذه الكعبة بما عظمها الله به. إذا طاف الطائف بالكعبة معظما لها متقربا لها بالطواف، يجوز؟ ها؟ يجوز؟ قف واقفا، يجوز؟
اجلس. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ إذا طاف بالكعبة تعظيما لها تقربا لها، اجلس. إذا طاف بالكعبة تقربا لها وتعظيما لها فهذا شرك بالكعبة مع الله، لأن الطواف بمن؟ بالكعبة تقربا لله. فليعبدوا هذا البيت يا جماعة، فليعبدوا إيش؟ رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. وليس النظر إلى الكعبة محل ثواب إلا فيما أمر الله به. إذا أراد أن يصلي والكعبة أمامه يرفع بصره ليرى القبلة، لأنه مأمور وهو يرى الكعبة أن ينظر إلى عينها قبل أن يكبر، ليعرف اتجاهه اتجاها إلى الكعبة. فإن كان لا يراها، بينه وبينها الحوائل البنيان أو المسافات الطويلة، فيكفي أن يستقبل إيش؟ جهتها. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن النظر إلى الكعبة بحد ذاته ليس فيه ثواب ولا عقاب، إلا ائتمار بأمر الله باستقبال عينها إذا يراها، فإن لم يكن يراها فيستقبل جهتها، والله أعلم. يقول: جئت من الرياض إلى جدة بهدف العمل ونية العمرة من الرياض، ولكني لم أحرم من الميقات، ثم بعد انتهائي من العمل رجعت إلى ميقات أهل الرياض وأحرمت منه، فهل علي شيء؟ ما هو ميقات أهل الرياض؟ ها؟ ميقات أهل الرياض قرن المنازل، ويسمى بقرن الثعالب، وهو السيل، أوله وادي محرم وآخره السيل. فهذا جاء إلى جدة أي متجاوز الميقات، ناوي العمرة من الرياض لقضاء عمله، فلما فرغ من عمله رجع إلى الميقات الذي تجاوزه وأحرم منه، فعلى الصواب ولا إشكال عليه. فأما إن أحرم من جدة فإنه أثم لتعدي الميقات الذي حدده له ووقته له النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه مع الإثم الفدية، وهو أن يذبح شاة في مكة ويقسمها على فقراء مكة، والله أعلم. كيف تكون البيعة الشرعية؟ وما معنى العرب؟ معنى إيش؟ العرب بعد الهجرة. العرب بعد الهجرة هو التبدي والخروج من الحاضرة، حواضر المسلمين، إلى البادية. هذا كما سمعتم في الحديث أنه غفلة من بدا جفا، لأنه لم يشهد الجماعة مع المسلمين ولا الجمعة، ولم يتعاون مع إخوانه على الخير، إنما يكون التبدي مندوبا إليه مرغوبا فيه محثوثا عليه في آخر الزمان عند خوف الفتنة على نفسه، كما سبق في قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وكيف تكون البيعة الشرعية؟ البيعة الشرعية عرفتموها، تكون بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يبايع الإمام أهل الحل والعقد، العلماء وأمراء الجهات وقواد الجيوش، كما بايع الصحابة بعد النبي من؟ أبا بكر. فهذه البيعة الشرعية. الحالة الثانية أن يوكل الإمام الأول الأمر إلى عدد معين يختارون بينهم إماما، كما أوكل عمر أمر الخلافة بعده إلى الستة أهل الشورى، من؟ عثمان وعلي والزبير وطلحة بن عبيد الله
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك ابن أبي وقاص. الحالة الثالثة أن يوكل الإمام الأول الإمامة إلى ثاني، يقول يتولى الأمر بعدي فلان وهو أهل للإمامة تنعقد له البيعة، أو يأخذها من الناس في حياته. إذن مدارها على بيعة من؟ أهل الحل والعقد. هذه البيعة الشرعية لا البيعة المستوردة من الصناديق وغيرها، والله أعلم. هذا هو يقول: هل لكم كتب تشرح حديث الفتن بهذه الطريقة؟ نعم، شرح الفتن من صحيح مسلم كان وما وظنه موجود، وكذلك هذا الكتاب، والله عز وجل هو الموفق. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يقتل الخنزير؟ يقتل الخنزير لإبطال دين النصارى، فإن النصارى افتروا وكذبوا حتى عظموا الخنزير في أكله وإباحته، مع أنه نجس في شرائع الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يبطل شعائر النصارى، فمن شعائرهم أكل الخنزير وذبحه، ومن شعائرهم رفع الصليب وتعظيمه، فهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب، لأن الصليب أعظم كذبة كذب بها على عيسى، وأعظم منها زعمهم أنه ابن لله. هاتان أعظم كذبتين كذب بها هؤلاء على عيسى كليم على عيسى روح الله وعبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وهذا لأن الإمام المهدي لم يقبل من الناس إلا إما إسلام أو مجاهدة، وهذا فيه دليل على أن أخذ الجزية يرجع إلى ولي الأمر، أمر المسلمين، يرى فيه المصلحة الشرعية، والله أعلم. يقول: هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات صغرى وكبرى؟ نعم، فإن العلامات الكبرى هي العشرة الواردة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وما دونها وسواها فهي علامات صغرى. هل اكتملت العلامات الصغرى؟ لو حضرت الدرس من أوله لم تسأل هذا السؤال، فإن الدروس كلها قامت على بيان هذه العلامات. والعلامات الصغرى والكبرى على أقسام ثلاثة من حيث الوقوع. القسم الأول علامات وقعت وانقضت انتهت، كموت النبي عليه الصلاة والسلام، فتح بيت المقدس، والموتان الذي وقع في الصحابة، والنار التي خرجت من أرض الحجاز فأضاءت لها أعناق الإبل ببصرى. القسم الثاني علامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، كإفاضة المال، كالفتنة التي لم تدع بيتا بالعربي إلا دخلت، كالزلازل والاضطرابات والهرج والمرج والقتل، وإفاضة المال وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، والملاحم والحروب. القسم الثالث علامات لم تقع بعد، وهي قسمان: الكبرى لم تقع بعد وهي العشر، ومن العلامات الصغرى المهدي. من علامات الصغرى الملحمة العظمى مع الكفار، من العلامات الصغرى انحسار الفرات عن جبل من ذهب، وغيرها مما لم يقع بعد، والله أعلم. يقول السائل: أريد بناء مسجد وسأبني فوقه سكنا لي، هل يجوز أم العكس، يكون السكن وفوقه المسجد؟ نعم، يجوز أن تبني مسجدا وتضع فوقه سكنا لك في العمارة في الأدوار العليا، وتخلي الدور السفلي فيكون مسجدا يصلي فيه الناس، ولك الأجر، فإنه ثبت في الصحيح
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لكن ترجع إلى في هذا إلى تنظيم البلديات في بلدك، ليكون للمسجد أمر التنظيم الدائم، ولئلا تخالف الأنظمة المرعية في بلدك في هذه في هذا البناء واستخراج الرخص، والله أعلم. يقول السائل: اعتمرت وتحللت وأريد عمرة أخرى، فكم الفترة الزمنية بين العمرتين؟ جزى الله السائل على سؤاله، لأن هذا السؤال مما يحتاج إليه كثيرا. والآن مسجد عائشة في التنعيم مزدحم من هؤلاء العمار رايحين وجايين من مسجد عائشة للحرم، سردادي مردادي. قال طاووس بن كيسان التابعي والإمام المشهور: ما أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر، أي من في سفرة واحدة وهم في مكة، لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في سفرة واحدة إلا نسكا واحدة، لم يأتي بعمرتين، وقد ماتت خديجة، ومات عمه حمزة، وماتت بناته الثلاث في حياته، من رقية وزينب وأم كلثوم. هل جاء بعمر عنهم؟ لا. فإذا نظرنا كم أقل المدة بين العمرتين، قال العلماء وهو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان: بين العمرتين أن ينشئ للعمرة سفرة جديدة من بلده، كل عمرة ينشئ لها سفرة جديدة. ولهذا رأى الخلفاء الثلاثة أنه في كل سنة عمرة واحدة. قال علي رضي الله عنه: في كل شهر عمرة، فجعل المدة بين العمرتين شهر. أقل ما جاء في مدة ما بين العمرتين عن الصحابة حسب بحثي وعلمي ما جاء عن خويدي من رسول الله أنس رضي الله عنه، أنه سئل: كم بين العمرتين يا أبا حمزة؟ قال: قدر ما يحمم رأسه. لو حلقت رأسك، قف يا أخي، أخونا حلق رأسه بالموس، لو حلق رأسه بالصفر، متى حلقت رأسك؟ حلق رأسه قبل 3 أيام، رأسه ما زال أخضر، لم يحمم. اجلس. كم يحتاج إلى أن يصبح رأسه أسود؟ شهر. يختلف الناس، لكن في الغالب 5 أيام أو 6 أيام حتى يغلب السواد على رأسه. قال أنس رضي الله عنه: بين العمرتين قدر أن يحمم رأسه، أي يصبح كالحممة. ما الحممة؟ أي الفحمة، أسود. فنأخذ من هذا أن أقل ما بين العمرتين لمن كان مقيم نحو 5 أيام إلى 6 أيام، والله أعلم. ثم هذا الذي يريد أن يأتي بالعمرة وهو في مكة، نقول: طف بالبيت، صلي صلاة في المسجد ب100,000، اقرأ القرآن، احضر مجالس العلم، ادعو الله، هذا أنفع لك من أن تذهب وتأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة، والله أعلم. سائل يقول: دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة في تكبيرة الثانية أو الثالثة، فماذا أفعل فيما فاتني؟ فهمتم السؤال؟ دخل مع الإمام والإمام في التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة، نقول: ادخل معه، فتكون الثانية للإمام الأولى لهذا المسبوق، فيقرأ الفاتحة، والإمام مش يقرأ الصلاة على النبي، سيكبر الإمام التكبيرة الثالثة، يدعو لي الميت أن تصلي على النبي، إذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة أدعو للميت، إذا سلم الإمام كبر الرابعة وسلم، فتكون الأولى لك مع الإمام ما حضرت، كما في صلاة الفريضة.
الأولى ما حضرت، والأخيرة ما تقضيه بعد سلام إمامك، والله أعلم. والدتي متوفية، هل يجوز أن أؤدي عنها عمرة مع العلم أنها أدت الحج والعمرة؟ نعم يجوز أن تؤدي عنها العمرة بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، والأفضل أن تدعو لها. الصلاة القائمات محمد الوسيلة والفضيلات حسن عقبتنا. هذا السائل يقول: هل يجوز حلق اللحية من أجل العمل؟ لا يجوز حلق اللحية لا من أجل العمل ولا لأجل طول الأمل ولا لأجل النساء، وإنما أنت مأمور بإعفائها وإكرامها، وقد جاء فيها 5 أحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعفوا اللحى، وقال: أكرموا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: خالفوا اليهود، خالفوا المشركين. فيأمرك نبيك بذلك، فالواجب عليك أن تمتثل وتقول: سمعنا وأطعنا، ولا تقل كما قاله المخالفون: سمعنا وعصينا، والله أعلم. يقول: إذا دخلت في الصلاة وهناك صف لم يكتمل هل أكمله؟ نعم، إذا كانت الصلاة فريضة خلف الإمام فنحن مأمورون بإتمام الصفوف، أكمل الصف الأول فالأول، وسد الفرج، ومشيك إلى إكمال الصف ولو كان 100 متر لا يبطل صلاتك، بل لك فيه الأجر، بل قال صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك: من وصل صفا، أي أتمه، من وصل صفا وصله الله، والله أعلم. يقول: كم مرة أرقي أولادي الرقية الشرعية؟ كلما جاءت الحاجة، كلما جاءت الحاجة ارقهم، بشرط ألا تكون موسوسا، فالموسوس يرقيهم كل دقيقة لأنه مسكين موسوس، إنما عند الحاجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وأهله وأولاده عند الحاجة، فلما نزلت المعوذات أخذ بها وترك ما سواها صلى الله عليه وسلم. يقول: هل قراءة الفاتحة للإمام تجزي عن المأموم؟ وما حكم من يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام؟ ذهب جمهور أهل العلم على أن قراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية تكفي عن المأموم، أن قراءة الإمام تكفي عن المأموم، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة، وهذا القول أظهر دليلا وأصح تعليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة فهي خداج خداج خداج. وصلى بهم مرة عليه الصلاة والسلام، ثم لما انصرف قال: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، أي تنازعوني قراءتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فدلت هذه الأحاديث على أنه يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية، يقرأ الفاتحة سواء ترك له الإمام فرصة أو لم يترك له فرصة، وأفضل وقت يقرأها به حال القيام في سكتات الإمام، والله أعلم. يقول: ما الفرق بين ما ذكرت من تعظيم الكعبة تقربا إلى الله وبين قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حكاية الكفار في تبرير عبادتهم الأصنام؟ ليس هناك فرق يا أخي، فإن الأصنام صوروها على أسماء الصالحين ونصبوها حول البيت، الكعبة من عظمها لذاتها معتقدا أنه يتقرب إليها بالطواف أو بالصلاة أو بالتمسح ورجاء البركة، كمن تمسح بحجر كسائر الأحجار وشجر كسائر الأشجار، تعلق بغير الله. لكن ربي جل وعلا عظم لنا هذه الكعبة لأن نعظمها بما تعبدنا به، نطوف بها لله، نصلي إليها لله،
لا رجاء بركتها أو أنها تنفعنا وتضرنا. والكفار المشركون أمرهم الله بالتوحيد فعبدوا غير الله وصرفوا حقه إليه. في سورة الزمر في أولها يقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص لا يقبل الله دينا مشوبا ولا فيه شرك. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما عبدوا الأولياء والشفعاء إلا لأنهم جعلوها وسائط بينهم وبين الله. وفي باب العبادة قطع الله جميع الوسائط، حتى الرسل ما جعلهم وسائط بينهم وبين عباده في أمر العبادة، إنما في تبليغ الرسالة فقط. أما العبادة فاقصدها إلى الله مباشرة، علق قلبك ويقينك وإيمانك بالله لا تعلقه بغيره لتكون موحدا مؤمنا، والله أعلم. يقول: ما تفسير قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم؟ وهل معناه أن هناك لغات كثيرة؟ نعم، الناس على لغات شتى، ولغة إبراهيم ليست العربية وإنما العبرانية، كما أن لغة قوم موسى السريانية. والله بعث الرسل بلغات أقوامهم لتقوم الحجة بالرسل على أقوامهم وتنقطع المعذرة بينهم وبين ربهم. رسلا مبشرين ومنذرين، لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن كمال هذه الحجية أن الله أنزل الرسل والكتب إليهم بألسنتهم ليفهموا الخطاب والأمر والنهي. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغته، ليتبين لهم، أي ليحصل لهم كمال البيان. وتأملوا أن الله لم يقل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إيش؟ ليبين، إنما ليتبين. وكمال البيان بأن يفهموا الخطاب الذي بعث الله به رسله إليهم. اللهم صل وسلم على جميع أنبيائك ورسلك، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله ولي التوفيق.